أهلا وسهلا بكم في قراءة سريانية للقرآن مع أبونا دانيال شمعون وفقا لمنهج أستاذنا كريستوف لوكسمبرغ. ونحن عندما نقول منهج أستاذنا كريستوف لوكسمبرغ وهو عرفانا بالجميل، ولا نريد حقيقة أن يعني ننسب لنفسنا ما ليس منا، وليس عندنا مقدرة الأستاذ كريستوف لوكسمبرغ، لكن يعني نعمل قدر المستطاع. هو قال بذاته إنه وفى وكفى، يعني ما عاد يرى حاجة إنه يرجع لهذه الحلقات، خاصة إنه هو يقول إنه يريد أن يكتب كتابين، واحد عن ترجمة الفرنسية لكتابه الأول الشهير، وكتاب آخر مراحل تدوين القرآن. أتمنى له التوفيق في ذلك، وأنه ينهي منهم سريعا ويرجع لنا إن أراد، وحتى قبل ما ينهي لحب يرجع إحنا منرحب به. وأبونا شمعون بذاته هلا قال لي إنه هو مستعد يعني يتغيب وهو يكون مستمع، مجرد مستمع. يعني إحنا كلنا نتعلم، وأنا فقط كاتب الوحي، يعني أنا ما دخلني في الأمر. الآن أنا حاريكم الخطوط في اللغات المختلفة لكي يتبين لكم الموضوع بكل بصورة أوضح. أيوة، هل بان لك أبونا؟ نعم. أيوة. لماذا أردت أن أضع لكم هذه الحروف؟ لأنه إحنا لما نقول الحرف السرياني، الحرف الفلاني السرياني يشبه الحرف الفلاني العربي، شوفوا هنا الحرف هذا، الحرف هذا الحرف، يعني أسف أنا ما عندي إمكانية أبين بصورة أوضح، هذا الحرف العين هنا تحتيه في المكان الثالث، هنا الخط العربي، هنا الخط السرياني، هنا الخط العبري، يعني هو الأرامي المربع اللي أخذوه، وهذا الحبشي، وهذا هو اليمني الجنوبي، وهذا الثمودي، وهذا الأغريت الأخير، هو الأغريت هذا يعني المسماري، الخط المسماري. فالخط السرياني هنا في بعض الأحرف فعلا العين، يعني هاي الحاء كأنك تقرأها حاء، كأنها حاء ولكن هي عين، فأصبح خربطة. وهنا شوف الراء والدال هي نفس الأحرف، فقط نقطة تحت بتكون دال، نقطة فوق بتكون راء، يعني هذا خلق مشكلة وما شابه ذلك. لكن لماذا أريد أن أريكم هذه؟ هو أين كتب القرآن؟ هل كتب في الجزيرة العربية أم في مناطق أخرى؟ الآثار المكتشفة تبين أنه هذه هي اللغات التي مكان تواجد كتابة اللغات. فهذه المنطقة اللي فيها مكة والمدينة هذه لم يكن فيها الخط العربي، هذا كان فيها الخط اليمني الجنوبي، ولا يوجد عندنا نص قرآني بالخط اليمني الجنوبي. أعيد أفرجكم إياه، الخط اليمني الجنوبي هو هذا الخط اليمني الجنوبي، فهم علي؟ بهذه المنطقة يعني هي الخط اليمني الجنوبي. أما المنطقة هاي المنطقة اللي احنا فرجين اللي موجود فيها الخط العربي، أو اللي مثل ما يسميها صاحبنا خطوط تشبه الخط القرآني، هي موجودة في من منطقة العقبة قول إلى حلب إلى الخليج، هذه هي المنطقة اللي فيها الخط السرياني،
اللي تطور بعد ذلك إلى الخط إلى الخط العربي. هذه يعني حدود تقريبية. فالقرآن أكيد لم يكتب لا في مكة ولا في المدينة، لأنه الآثار لا تبين لنا خطوط خط عربي يشبه خط القرآن لا في المدينة ولا في مكة. كل الموجود هو الخط اليمني الجنوبي. فأكثر الاحتمالات إنه الخط إنه القرآن كتب في هذه المنطقة الشمالية. وكما قال أستاذنا كريستوف ليبسنبرغ، هو أكثر الاحتمالات أنه يعني كتب في المنطقة الشرقية، لهيك هو أقرب إلى السريان الشرقي من السرياني الغربي. فقط لتوضيح هذه النقطة مشان يعني نكون على النور. فالنقطتين أريدكم أن تنتبهوا لها، إنه مش ممكن إنه القرآن يكون كتب في المدينة أو مكة، لأنه يقول عثمان جمعهم. عثمان وين كان موجود؟ في المدينة أو مكة؟ أو إنه القرآن كتب في زمن نبي محمد في مكة، بس إحنا ما عندناش في منطقة مكة ولا منطقة المدينة الخط العربي. فإذا كتب هو كتب بالخط اليمني الجنوبي، وهذا غير موجود، وهذا غير موجود. فاهمين علي؟ الاحتمال الأكبر أن هو القرآن كتب في هذه المنطقة، بعيد عن مدينة وبعيد عن مكة، ولهيك هو قرابته للغة السريانية. الآن يعني أنا حننتقل إلى النص القرآني اللي حنتكلم عنه، هو من سورة القصص. نحن أنهينا الآية، تذكر أبونا أي آية؟ أيوة، الستين. خلصنا الآية 60 في سورة القصص. إذن أنا هقطع المشاركة وأشارككم الآن النص القرآني. أمل إنه الأمر وضح لكم بخصوص الخطوط ومكان كتابة القرآن. الآن إذا نحن حنقرأ الخط سورة القصص، وترون هنا الخط على العمود الأيسر هو الخط الكوفي أو الرسم الكوفي الذي يشبه كثيرا الخط السرياني أو الكرشوني كما 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 ذكرنا في حلقة سابقة. احنا نبدأ بالآية 61 اللي وصلنا لها. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، متعناه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. هذه الإشارة تبين أن نحن دخلنا في مجال جديد. ولاحظوا كلمة الحياة كتبت على الطريقة السريانية، الحيوت، أيوت، مش الحياة. هذه هي الكتابة الكوفية. نحن نقول يوم الحياة، تكتب الحياة، ولكن في القرآن تاع عثمان النصرة هي الحيوت، هي الحيوت. وهذا دليل عن اللغة السريانية في القرآن. هناك عدة كلمات ما زالت تحتفظ بالرسم السرياني حسب أو اللفظ السرياني. حياة الدنيا، نحن نكرهه اليوم الحياة الدنيا، لكن السريان هم مش يقبونا حيوتا ونجدمها حيوت. حيوت، أيوة حيوت. يعني وضح الأمر ليش إحنا اكتبها القرآن بهذا الشكل، لأنه أخذها مباشرة من السرياني كتابة يعني.
نحن نلفظها الحياة لكن هي مكتوبة الحياة. ونفس الأمر زكوت، ونفس الأمر كلمة مشكات مشكوت، إلى آخره، في صلاة صلوت، فعدة كلمات احتفظت باللفظ السرياني أو بالكتابة السريانية. وضح الأمر؟ هلا هنا فهو لك كمن متعناه متاع الحياة الدنيا، فمن وعدناه وعدنا وعدا حسنا فهو لاقيه، فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. هلا كلمة متاع يفهمها أستاذنا كريستوف ليكزنبرغ في آيات أخرى إنها هي من فعل متح، أي مدة الحياة القصيرة، ومنها زواج المتعة، أي أن الوقت محدد متاع. لكن إحنا نستعمل عامة المتاع، تمتع يتمتع يعني يتونس بهذا المعنى. على كل أستاذنا كريستوف ليكزنبرغ يفهمها بهذا المعنى، لأنه وعدنا وعد حسن، يعني هو في وعد هنا، مو قصة مدة، هي قصة يعني يتونس في الحياة، يتونس في الحياة، مش كيفية الحياة، كيفية الحياة. طيب أيوة، فبتاع الحياة الدنيا. على كل احنا ذكرنا كيف أستاذنا كريستوف ليكزنبرغ يفهمها، وانت اختارون اللي تريدونها. وهنا اعتبرت ناقصة ثم هو يوم القيامة من المحضرين، الجلالين يكملها المحضرين النار، يعني سيحضروا يضعوا في النار ويوضع في النار. طيب اللي كمل الآية 62، ويوم يناديهم فيقول أين شركاء الذين كنتم تزعمون هنا لاحظوا أنه أنا وضعت هذه العلامة إشارة أن الآية ناقصة. واذكر يوم يناديهم فيقول أين شركاء الذين كنتم تزعمون. هلا كلمة تزعمون اعتبرت هنا ناقصة أيضا، تزعمون أنهم شركائي، تزعمون أنهم شركائي بهذا المعنى. هلا هل هناك فعل أبونا تزعم؟ هو يعني مفهوم زعم، بس يعني أنتم تأكدوا أنهم هذولا شركائي. طيب هلا نشوف إذا الكلمة السريانية تساعدنا لفهم أفضل لهذه الكلمة اللي فعلا في، لأنه في مكان آخر وأنا له زعيم، أو مثل هذه الكلمة فعل زعم جاء في عدة آيات يعني، ولا مشتقات كثيرة. فهنا إذا تحبون أريكم يعني كم مرة جت في الشغلة هاي. هلا ماذا أنت تفهم بأبونا تزعمون؟ أولا كلمة زعم موجودة باللغة السريانية، ولكنها لا أظن تعني هذا المعنى، لأنها تعني غضب بكت أو عير عيب. أوكي فهمت. تعيرون كما تعيرون ممكن. لا هم متزعمون أنهم شركائي، هذا هو المعنى. يعني هذا هو الذي يعطي المعنى. هم أو هو يعني ليس يزعم ولكن يؤكدون، بمعنى يؤكد.
أنا شيء ثاني اللي ممكن ملاحظة أخرى، لما أنظر إلى الكلمة بالكوفي، فيجي لي هيك أنه ممكن تقرأ تدعمون. ممكن والدال والراء والدال تقريبا، بس يعني هي فحوى الآية إنه هذولا كانوا يزعموا إنه هناك شركاء لله يزعمون، فهناك يزعموا لذلك تزعمون يعني مناسبة جدا، يعني تدعمون لأنه الآلهة هذولا ما لهم مش حاجة لدعم. أيوة، بس هم بيزعموا إنه هذولا آلهة نعم وشركاء لله. بس اثنين، كلامك سليم إنه اللغة الكوفية الرسم الكوفي يسمح لاثنين، لكن نحن نختار ربما الأفضل مشان حسب المناسبة ربما. أيوة ربما. فزعم أبونا جاد مشان نكون على نور، زعم هنا أنا أعطيك الحق، زعم جت أبونا 17 مرة هي ومشتقاتها في القرآن، أجت إذن 17 مرة. بل زعمتم الذين زعمتم، إن زعمتم أنكم أولياء الله، إن زعمتم، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، زعم يعني ادعوا. نعم يعني بنفس المعنى التي تستعمل اليوم يعني باللغة العربية الحديثة، تدعوا يعني بمعنى تدعوا أو تؤكدوا. أنا ليس فقط يعني يزعم، لكن هم يعني واثقين من نفسهم علي، يعني تعطي هالمعنى أيضا زعم. أيوة هذا هو، يعني هي النص القرآني بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، يعني أنتوا مو فقط تزعموا، يعني أنتوا واثقين من نفسكم، أنتوا بتأكدوا. فقالوا هذا لله بزعمهم، يعني هو على كل هو هذا المعنى. أيوة واضح. الآية 63، قال الذين حق عليهم عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا الذين أغويناهم أغويناهم كما غوينا، تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. قال الذين حق عليهم القول ربنا، هذا الكلام هو هو كلام للآلهة، الآلهة بتتكلم هنا أبونا. يعني هذول قال الذي حق عليه القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا، إحنا أغويناهم، هذولا أغويناهم كما غوينا. أيوة شوف هنا 32 شو يقول، غوى ضل معنى أنا تبرأنا إليك منهم. على كل يعني أظن المعنى واضح، ولو إنه أنا يهمني السرياني في الجملة وليس أكثر من ذلك. 64، وقيل أدعوا شركاءهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. هذه العلامة مثل الذيل هي إشارة إنه الجملة اللاحقة هي تذييل، هذا ما يسموه هكذا المفسرون التذييل، في وهو للحفاظ على السجع عامة، يهتدون قبلها يعبدون، فهم علي، إلى آخره. فهو يعني ممكن تحذفها، ما لها حاجة هنا
بس هو ضافها مش عن السجان. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هنا مجددا فيقول هنا مجددا يعتبر ناقصة واذكر واذكر أيوة واذكر يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. كثير من الآيات هيك تبدأ يعني من دون مقدمات. 66 فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فعميت قرأت فعميت عميت لكن ما مشكلة واضحة المعنى. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. واضح المعنى مش هيك أبونا؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم ويختار نقطة ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. الخيرة هنا فهمت بمعنى الاختيار، ولكن الآية مبهمة، اعتبرت الآية مبهمة. هذه فسرها المنتخب تاع الأزهر. وربك يخلق ما يشاء بقدرته ويختار بحكمته من يشاء للرسالة والطاعة على مقتضى علمه باستعدادهم لذلك. ولم يكن في مقدور الخلق ولا من خلقهم أن يختاروا على الله ما يشاءون ما من أديان باطلة وآلهة زائفة. تنزه الله تعالى هكذا فهم كان لهم الخيرة كان لهم سبحانه يخلقوا يختار. يعني ممكن تفهم بهذا بهذا يعني هو الله اللي يخلق ويختار مو هم اللي يختارون بهذا المعنى بهذا المعنى. أيوة هنا نص ناقص هنا أظن أنا عندي مشكلة هنا طلعت 35 أنا هعلم عليها بالأحمر لن أصحح ربما وقعت أنا في خطأ مو مشكلة. سبحان الله ما بيخطأ مثل ما بيكون ما بعرف يعني إيه اللي صار. إحنا المهم سرياني عندنا ما خصنا بالباقي. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون يعلنون. الآية واضحة تكن تخفي تخفي بهذا المعنى تكن واضح. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون ترجعون قرأ ترجعون على كل هو هيك. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غيره الذي يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. جعل عليكم الليل سرمدا كلمة سرمدا هذه يعني فهمت بمعنى زمنا دائما طويلا. هل هو جات عليها ملاحظة صار ساريا مدا يعني كيف هو قسم كلمتين صار مدا اعتبرها كلمتين هذه مو السرياني يعني بالعربي هو ممكن فهمها يعني جالس انه اصل الكلمه هي سرمدن هي اليوم يعني معناها سرمدن يعني دائما ابدا ايوه بس انا ما صار لا يقال انه سر من راى هي سر سامر راى مثلا يعني او صار هو فعل جمع كلمتين لي ايوه هي يعني من فعل صار يسير يعني عربيه هي ما لها دخل بالسريانيه ما السرياني ما لها ما عندكم كلمه سرمد في السرياني لا السرياني ماكو سرمد لا ما في ايوه يعني
واحد يعني احد معارفنا اعتبرها سرمدا كلمه يعني هي مركبه من كلمتين بس ما قال بالسرياني ها؟ لا ما قال بالسرياني، لا هو عربي يعني، هو العربي عربي فسخها الكلمه دا يحللها. ايوه سرمدا 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 هو هكذا هكذا فهمت. طيب سرمدا هذه هو يعني ملاحظة فقط. الآية 72 قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا من جديد إلى يوم حسب مخطوط معروض في برلين، هو بيقول إنه هناك مخطوط في برلين في 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 كوربوس قرانيكم مخطوطات إنه الكلمة كتبت مفصولة حسب مخطوطة للقرآن لا بتكتب مع سوا، لكن احنا عندنا اياها سرمدا مربوطة هنا واضح الكلمة العبارة مو واضح مو عليها مشكلة. 73 ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذه الآية حيرت المفسرين، هذه لكن حيرت المفسرين لتسكنوا فيه، جاءت غلط بدأ فيهما إذا هنا، أو أن النص مخربط وترتيبه. ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يا هيك تمام هيك. أيوة هيك تمام، يعني هو خلطهم من نص القرآن. وهذا الاقتراح ليس مني، هيكون واضح هو من النحاس. وصحيح يعني إنسان يعني منطقي. أي منطقي يعني واحد يفهم. لأنه الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا، يعني ما واضح الحاصل. النهار لتبتغوا. أيوة 74 ويوم يناديهم فيقول أين الشركاء الذين كنتم تزعمون. رجعت نفس رجعت نفس طيب تزعمون واضح. 75 ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. هلا هاي شو عليها ملاحظات؟ من يفتر؟ هلا تعال المعذرة أبونا ضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل عنهم ما كانوا يفترون هكذا. على كل نحن ما عندنا مشكلة أظن لغويا. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوه بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. هذا مأخوذ من مفاتيح لتنوء بالعصبة مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، هذا مأخوذ من نص عبري لم يحضرني الآن لكن أنا قرأته مؤخرا سوف أضيف المعلومة. على كلنا هلا 42 مفاتيح كلمة لتنوء بالعصبة أولي القوة، تنوء يعني تصبح ثقيلة يعني تتعبهم. أيوة ناء تحت التهيك ناء تحت الثقل. أيوة 42. طيب هنا عندنا ملاحظة أن جاء ذكر قارون ترجم في التوراة كورح قرة وقرح
كورة. التوراة اوكي. في سفر الخروج وسفر العدد وسفر الانصراف. ايوه كورة. نعم. وقد ثار على موسى فدعا عليه بالموت، فكان عقابه شديد. الحاصل احنا ما عندنا مشكلة على فهو قارون للسجع، يعني هارون وقارون. من هذا. طيب الحاصل احنا يهمنا اللغة السريانية. ايوه كورة قارون. لماذا أبونا المشكلة هنا؟ هنا طيب إن قارون، لماذا استعمل كلمة قارون؟ هل أبونا بالبشيطة يكتب هكذا؟ هذا قد يفيد. سفر الخروج الفصل السادس الآية 21، لأنه هم ترجم في التوراة قورح، القرآن يستعمل قارون، وأنا يهمني أعرف لماذا استعملت كلمة قارون أو هذا اللفظ. سفر الخروج الفصل السادس الآية 21. وناود يسهر قورح ومنفاخ وزخري، يعني وابناء السهر يسهر على كل. هو يهمنا ابونا قارون. قارون ايوه قورح هو قورح ايوه. فيعني ما بعرفش لي. طيب هل الكوفي يرجعنا للاصل الأصل كورة، هل هذه ممكن؟ لا هو قارون حتى بالكوفي قارون. لا قارون ما ممكن. أيوة ما ممكن نستنتج منها هيك قارون. أنا أظن هي للسجع، هارون وقارون وهاروت وماروت وماجوج وجوج وماجوج هيك، يعني أيوة كثير أيوة في أيوة القرآن أيوة. موجود هالشكل، هل هالطريقة للذكر الأسامي وال تمام. الأشياء التي لها علاقة هيك، أسامي التي لها علاقة مع بعضها دائما يخليها بنفس الوزن ونفس المعرفة إيش سجع يعني. أيوة تمام. يعني أنا كنت حبيت أعرف إذا هو أخذها. لا هي قورح بالشطة أيضا قورح. بالشطة يعني الترجمة السريانية للتوراة التي هي قديمة من الجيل الرابع، يعني من 350. قديمة يعني قبل القرآن بمدة. هو لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، قلت الفارحين. طيب على كل الفرحين واضح. 77 هنا، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. تفضل ابونا. استاذ سامي، ممكن افرح تفرح وفرحين، يمكن تكون لا تسرف لان الله لا يحب المسرفين، لانه فرح فرح مثل شفناها انه ممكن إسراف بالسرياني. تتذكر الابن الشاطر؟ أيوة فارم عليك. أيوة الابن الشاطر راح يمكن يبدد يعني يسرف في شيء. أيوة فارم عليك منيح. لا تفرح لأنه تفرح فرحين، يعني هذه ما 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 صحيحه، يعني لان تنسب الى الله. الله ما يعني ما يريد الفرح، بالعكس. ايوه الله نفسه يقول كلوا واشربوا، بالقران نفسه كلوا واشربوا من الطيبات وتمتعوا وتونسوا. ولكن ليش يقول ايوه عفارم عليك عفارم عليك. هنا وقف الكمبيوتر. ولا تبذروا لان الله لا يحب المبذرين. أيوة 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 أيوة
المعذرة هل أيوة الابن الشاطر سريانيا تعني تبذره. أيوة هذا أزبط. لا وخليه الابن هذا لك يعني. ما هو البشيطة جات العبارة هاي في الابن الشاطر. الابن الشاطر يستعمل يعني هو حتى بالقاموس يعني تبذرون يعني يعني قصدي فقط أنه أنا قلت يعني موجودة في فلان شيء وموجودة في كثير أماكن، بس موجودة أيضا في قضية ابن الشاطر أنه عندما بدأ يبذر أعطيني مال الفعل أبيه أبو يعني. أعطيني الفعل أصلا. سريانية هي فرح وبالشرقي برح نقول، بس فرح بالراء عليها شدة. أيوة فارم عليك، هاي مهمة جدا، لأنه فرح يعني فعلا يبذر بذر طبعا أيوة بذر يعني هي أنا شفته يفرح. ليش الله بحبش الفرح يعني؟ صحيح يعني ما لهاش بذر معنى، فما لهاش معنى إنه ربنا يقول له لا تفرح. طيب هلا نكمل. فأفضل بطبيعة الحال الفهم السرياني لهذه الكلمة. طيب هلا ال ال بس أستاذ سامي بس ملاحظة آه. سريانيا تعني بذرة، فنحن طبعا بعدين نستنتج يبذرون تبذر فرح سريانيا تعني بذرة. بذر أيوه. تعني أدفع فعلا كويس. بذر حلو، أيوه بذر حلو، لا كويس فعلا أنت متابع. بذر حلو جدا، هذه يعني وجدناها حلوة. طبعا الفرحين يعني مبذرينك أيضا، أيوة أي حب الفرحين، المبذرين أيوة المبذرين 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 جدا. المبذرين فعلا هي أزبط. هي أشوف أبونا إذا جت فعل فرح في القرآن. شوف فرح، هل جاءت فعل فرح في القرآن بأي معنى؟ أيوة أبونا جاءت كلمة شو اسمه فرح مشتقات 22 مرة. هنا يقول لا تحسبن الذين يفرحون بما أوتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. مشكلة. فرح المخلفون بمقعدهم، يعني هناك ربما تعني فرحة. أيوة. وهنا وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. والذين أتيناهم يفرحون بما أنزل إليك، يعني هنا مش معقول بمعنى بذرة. لا عندما نجي نشوفها لأنه حسب السياق نشوفها. أيوة لسه ما وصلنا. أما هنا فعلا أقرب لمعنى المبذر. وابتغي فيما أتاك الله الدار ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما أحسن إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. هذا واضح. 78 قال إنما أتيته على علم عندي. هذه عبارة غريبة، أتيت على علم من عندي. 44 أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. هنا يقول إنما أتيت على علم عندي، يعني هو فهمت هنا يعني بسبب علمي. فهم علي يعني إني أنا مدبر حالي بهذا المعنى. فعلي هذا من الذي يقول؟ قارون. أيوة. قارون بكل له لا قال شو إنما أتيت على علم عندي. لكن يقول أتيته لمن يقصد؟
وتيتو يعني هذا الغنى تاعه، يقول الغنى تاعي أنا. يعني حصلت عليه من علم، من علم نفسي يعني، من نفسي. أيوة، على علم عندي. أيوة، أربعة بهذا المعنى. 78 donc ceci me fut donné grâce à ma connaissance. فهم علي؟ لكن هنا بجاوبه بهذا، هذا هو قال، لكن هو برد عليه القرآن أو اللي بعرفش مين، أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وليس عن ذنوبهم المجرمون، هذا كمان أبونا أنا بعتبرها من، حتى أنا ما وضعت، كان لازم أحط علامة المد يعني للتذييل، للتذييل. أيوة، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هو قال في زينته، يعني لابس، لابس ملابس مزخرفة مثل سيني. فطبعا حسدوا أهل الدنيا، يريدون الدنيا، قالوا يا ليت لنا مثل ما يا قارون. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لكم. خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. هنا عندنا مشكلة، ويلكم، احنا قلنا ويلكم، ويل لكم، ويلكم. يعني هو أصل الكلمة هذه العربية، هو قال أستاذ كريستوف، أصل ويلكم هي من واي الخون، الكون، يعني واي، واي، واي لكم. واي هي بالسرياني يعني الويل، فتجي الويل لكم بالعربي. أيوة، وربط كان لازم يعملها، يقولها الويل لكم بالعربي اليوم، الويل لكم. أي نعم، مش ويلكم، فدمجوها صار ويلكم. لا صحيح، صحيح. يلقاها أبونا إلا الصابرون. أنا فهمتها أبونا إن سرا ركي كبار لزنديرون، يلقاها، يتلقاها، يعني أنا ما أعطيت عليها ملاحظة، اعتبرتها صحيح، ولا يلقاها، يلقاها ما ثواب يعني، يلقاها، أيوة، أيوة، لا يحصل عليها إلا الصابرون. عليها إيش يعني الثواب؟ ثواب هو مذكر، ليش قال يلقاها؟ ولا يلقاها، كان الذي خير لمن آمن وعمل صالحا ويلقاها. أيوة، نشوف شو الحياة الدنيا ربما أو مثل هيك، ما بدري، ما بدري، كل هو ذكر هذا الأمر أبونا. فيقول ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها هذا الثواب إلا الصابرون. الصابرون يلقون ثواب الله. بس ليش قالها يلقاها؟ هي هون أنا المشكلة، يلقاها، يلقاها، هل هذا، ما أعرفش، أنا حكتب هنا، أشوف، أشوف كيف فسروها بالألف. انظر، انظر لماذا المؤنث، هذا غير شيء، احنا مو، احنا مو بالسرياني هلا. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فئة هي مجموعة، واضحة أظن، واضحة يعني. نعم أبونا. أستاذ سامي، بس ملاحظة صغيرة، لو ترجع لي للآية القبلة، ممكن أنه الثواب لأنه باللغة السريانية هو مؤنث. ايوه، ايوه، يمكن اقول انا ثواب، يمكن الله. لانه كان بالنسخه اللي قرشوني كانت طبعا طيب، حلو جدا، الثواب بالسرياني
مؤنث. آه حلو. جائز. الفضل الكلمة إذن ما هي بالسرياني؟ هي تياوث. تياغوث. تيابوث. ثواب. تياغوث. سريانيا. بس دقيقة، يمكن ثوبة أيضا. ثوبة. خلي أتأكد. أيوة. يعني الثواب يعني المغفرة يعني. لا، الثواب يعني الجائزة أو يعني النصيب في يعني إيه بهذا المعنى. ثاب الثواب. أيوة. تجي بمعنى الجواب يعني، جواب العمل مالكم الصالح. أيوة 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 يعني جائزة مقابل. مقابل. أيوة. فإذا اكتبها توابة. توابة. ثواب. أيوة ثواب. أيوة، لأنه أنت اللي بعدين حتكتبه بالأحرف السريانية. أيوة، بس اكتبها ثوابة حتى أعرف أنا شو. ثوابة. 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 واو. ثوابة، مش هيك؟ ايه، يعني الثاء واو أليف، التاء الأولى احذفها. ثوابة. حلو. ثوابة. يا. حلو جدا. ثوابة. حلو جدا. فخسفنا به وبدار الأرض فما كان له من فئة ينصرونه. هذه واضحة الآية. ومن دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرين. هذه الكلمة غريبة. اختلف فيهم المفسرون في وكأن، فمنهم من رأى فيها إدغاما لكلمة ويلك أن. واي كأن. ويلك أن. كأنه كلمتين يمكن هي. أيوة. وقد ويكأن إن الله وفصل كأن أنه لا يفلح، بمعنى أنه لا يفلح. وكأن يعني ربما وكأنه لا يفلح الكافرون. ربما وكأنه يعني قالوا يعني يظهر انه هيك لا يفلح الكافرون بهذا المعنى. انا افهمها هيك. انا فهمت عشان يقدر له. قل ان ربي سامع به وقدر له. طيب. هلا انت شو رايك ابونا بهذه الكلمه؟ هلا وكانه 82 و سيكم سي. انا قرات سيكم سي كما لو ان يقولون وكانه لا يفلح الكافرون. يعني استنتجوا انه بعد ما الله خسف فيهم الارض كان له باين انه الكافرون لا يفلحون. ايوه هذا شوفه وكانه لا يفلح. ربما وكانه. انا هكذا فهمتها وهكذا ترجمتها وكانه. في قصة يوسف أبونا جاءت كلمة يوسف في قصة يوسف. أنا أبحث لك عنها. قصة
يوسف أو كأنك أنت ثانية وحدي قصة يوسف. أنا أفتح لك صفحة القرآن، يوسف صفحة القرآن، يوسف يوسف لما كشف عن نفسه أو مثل هيك أيوة على كل هي صورة يوسف على كل أنا حشوفها بعدين ونترك أوكي. جائز على الأكثر وكأنه وكأنه تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أظن هذه الآية واضحة إلا إذا كان عندك ملاحظة. هل الآية من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. هذه عليها مشاكل لغوية. شوف فلا يجزى الذين عملوا السيئات هنا 49 إلا جزاء ما كانوا يعملون. صح لأنه ما كان يعمل ليس ما كان أيوه صح لازم ولا تنطي معنى عكسي إلا ما كانوا أيوه إلا جزاء ما كانوا يعملون. هذه فلا يجزى الذين عملوا السيئات ما كانوا يعملون، لا هي بالعكس إلا ما كان إلا جزاء ما كانوا يعملون لا يجزى إلا جزاء ما كانوا أوكي إيه. إلا ما كانوا يعملون أي 85 إن الذين فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. 50 معاد هو المرجع العود يعني أن يعود فرض عليك القرآن رادك إلى معاد. معاد هو المرعى الرجوع مرجع مرجع ايوه هذا واضح اظن الايه مش هيك ابونا ايوه وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. هذا واضح. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. هذه برضو واضحة. الآية الثالثة ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. إلا وجهه أيوة في عبارة أجمل إلا وجه ربك. طيب الحاصل نكمل. احنا انهينا هذه الصورة صورة جميل. القصص حلو جدا حلو جدا. اذا احنا انهينا هذه الصورة القصص اذا 88 ايوه 88 طيب 88 ايوه 88 طيب هلا نتوقف شوي ابونا. أيوة. نعم.